تأخرت بواحد الطريقة شادي نقول لك يمكن نوصفوها بالعنيفة، لأن الهيئة ديال الحكم فاش دخلت أو هيئة المحكمة فاش دخلت، مجرد أن الإجراء باقي في البداية ديالو، المعتقلين ديال حراك الريف امتنعوا على أنهم يطلعوا في القفص الزجاجي على اعتبار أنه يخل بشروط المحاكمة العادلة. الصحفي حميد المهداوي استجب وكان تواجد في القفص. حنا كنا كنتسناو المحكمة تعطينا الكلمة، أولا من جهة باش نناقشوا الفصل 423، ومن جهة أخرى باش نتقدموا بطلبات ديال الصراح المؤقت، أو على الأقل طلب الصراح المؤقت للحميد المهداوي، الصحفي حميد المهداوي. فإذا بنا نفاجأ بأن السيد الرئيس لا يأبه لأي تدخل، وتعلن تأخير الجلسة على الحالة وكينصرف، وحنا كنطلبوا الكلمة. والمؤسف جدا أنه كان نقيب الجمعية هو اللي كيطلب الكلمة، وهذا نقيب ورئيس سابق جمعية هيئة المحامون بالمغرب، له رمزية. هذا ضروري غادي يكونوا ردود أفعال، ضروري أن الدفاع ما غاديش يسكت على هذه الأمور هذه، لأنها حقيقة اليوم كانت إهانة للدفاع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.